النهاردة يوم الجمعة، ويوم الجمعة يعني خبيث. أول ما صحيت من النوم شربت الشاي باللبن عشان أبدأ بقى في الخبيث بتاعنا، وعشان عندنا عزومة فطلعت الجردل بتاع الدقيق كله. عملت حوالي بتاع 5 كيلو دقيق، حطيت عليه سمنة فلاحي مسيحها وزيت، ودفيت اللبن الرايب كنت عاملاه أنا من قبلها بيوم، وحطيت معلقة كبيرة ملح ومعلقة كبيرة سكر، وبدأت بقى أعجن في الكلام ده كله لحد ما طلعت لي عجينة متماسكة. وقعدت بقى أقسمهم كور كده، العيش ده مش بيحتاج يخمر. مالك طلع معايا بره بقى عشان يساعدني، هو بيحب يخبز قوي. بدأت أفرد العيش بالنشابة ودخلته الفرن اللي أنا كنت مولعاه من قبل كده. العيش يبتدي يقب كده ويبقى شكله حلو وياخد لون، بقوم مطلعه. قلت أعمل فطار سريع كده من العيش اللي أنا خبزاه ده، هحط العيش عليه شوية جبنة موتزاريلا، هعمله شبال كسادية كده، وقطعت طماطم اللي احنا زرعناها وحطيتها عليه، وحطيت عليه شوية زعتر ورشيت ملح خشن وشوية زيت زيتون. هقفل العيش نصين كده وأقوم جايبة صينية عشان أحطها في الفرن، وأحط عليها زيت عشان يتحمص من تحت أكتر بس، وطلع بالمنظر الجميل ده. بصوا بقى التشيز بول والجمال، عيش فريش وجبنة فريش وكل حاجة حلوة جدا. بجد كان أحلى فطار فطرته في حياتي. هنا بابا بقى كان بيدوق، وقلت أسأله بقى على رأيه. الله يا رب دايما نعمة يا رب.